كامل رايح فين يا كامل؟ رايح اصلي الفجر في الجزيرة وهقول الورد وراجع على طول. سلام عليكم. وعليكم السلام. ودي يا نار اللهايب اصرخي بجنون حواليا اعلي وامشي ورايا فين ما اكون. ودي يا نار اللهايب اصرخي بجنون حواليا اعلي وامشي ورايا فين ما اكون. انا مش بجيد الحطب انا بحرج الحكايات وبسد ديني اللي عايشني سنين مديون. يا قلبي يا قلبي بندقية ابوي توحيد تضرب ببندقية ابوي. طب كيف يا محمد؟ البندقية دي كانت في بيت اخوي احمد والجزمة. حرام عليكي حرام عليكي. حرام علي انا؟ حرام علي انا ليه؟ ليه؟ عملت ايه؟ انا رميت مرتي 10 سنين ستة يا بنتها وسط بلد وتالت متجوز ومخلف ولد هسيب له كل حاجة يا احمد كل حاجة. انت حرام على مين؟ انت الحرام انت والواد طبعا امه قاعده في مصر مستنيه الحج والواد يرجعوا لها عشان تتمتع بالفلوس كلكوا سوا. بدره بدره تتحرق بدره تموت في عينها بدره تدفن بالحياه. لكن لا الواد ملوش ذنب. خلاص يا واد ليه ذنب اللي ملهوش هي اول مره موتي بنتان يا بدر. كتير كتير يا احمد كتير. خايف؟ خايف من شرك اللي هياكلك. شرانه مفيش اشر منك مفيش اشر من اللي يخدع مرته. موتي مين يا بدر؟ توحيد توحيد بس ما كنتش قصداها. بابا بنوره بابا بنوره عشان كدب عليا كدب عليا وخدتها بكل حبا فيك حبا فيك. والد اخوك وولدك وانت وانت وكل الناس حتى مراري تبرد. مراري ولدك فين؟ ولدك فين يا احمد؟ ولدك فين؟ قول لي ولدك فين؟ ولدك فين؟ ها؟ ولدك فين؟ ولدك فين؟ ولدك فين بقول لك؟ ولدك فين؟ سيجارة يا منى. هات سيجارة. حاضر حاضر. انت ليك 30 سنة ما عملتهاش. اتفضل يا عم الحاج. سيبني لوحدي. حاضر. حاضر.
كتبت عليك الغربة يا أحمد، كل دورك هيجي وتسيبنا وأفضل مستنياك. دور ده غيبتك هتطول.